اعتادت مدينة لندن لبضع سنوات على إقامة مهرجان الطعام الحلال لعرض صنوف الأطباق المبتكرة وجذب المختصين والزائرين على حد سواء لاستكشاف أنواع الأكل الجديدة. تبلغ قيمة سوق الطعام الحلال في بريطانيا أكثر من 4 مليارات جنيه استرليني سنويا، وهي تنمو كل سنة. وما ينبغي الإشارة إليه هو أنه لا توجد حاليا منصة أو مكان متعارف عليه تستطيع من خلاله شركات الطعام الحلال عرض منتجاتها الجديدة لزبائن مثل المحال التجارية الكبيرة وغيرها. التجار الصغار الذين يتطلعون إلى كسب حصة من سوق الطعام الحلال المتنامية في بريطانيا يأملون أن يكون للدورة الثالثة لهذا المهرجان تأثير لرواج تجارتهم، سواء من خلال عقود يحصلون عليها أو أفكار جديدة تمكنهم من تسويق منتجاتهم. نعرض ونروج في هذا المهرجان لمنتوجاتنا الجديدة من الأطعمة الحلال، ولقد قمنا بعرض أطباق الدجاج الجاهز للأكل وحصلنا على ردود إيجابية. أما الزوار الذين يقبلون على مهرجان الطعام الحلال فما يهمهم بالدرجة الأولى هو الاستمتاع بمنظر الأطباق المختلفة والتلذذ بمذاقها وروائحها الطيبة وبالجو الاجتماعي العام. هذا النوع من المهرجانات جميل، ليس لكونه يقوم بالترويج للطعام الحلال بل لأنه يجمع الجاليات. هذا يعني أن الأكل ليس متوفرا للمسلمين فقط ولكن للجميع. هذا المهرجان جميل لأنه يجمع الجاليات معا، لا يحتاج المرء أن يسأل إن كان الأكل حلالا أم لا، لقد استمتعت فعلا به. تزداد مطاعم الأكل الحلال نموا في المدن البريطانية جاذبة إليها الكثير من الزبائن، لكنها تظل محدودة بحكم نقص الترويج لها وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق. العياشي جابو، الجزيرة، لندن.